يا أكبر، شو صار معك؟ شكك كان بمحله معلم. السيارة لشهباز، نحن ربينا رجاله هاي المرة وبعتنا له رسالة معهم. إذا تكررت هاي الحركة مرة تانية فأكيد ما رح نمرق لهم إياها على خير. ماشي، فيك تمشي معلم. أنا ماني مسامح حالي، فسامحني على تقصيري. لازم تعرف إنه كلنا منموت إذا الحارس بتغمض عينه لحظة، وأنا ماني خايف من الموت بس لسه حابب أعيش كمان، لأنه عندي مسؤوليات لسه ما خلصتها. لا عاد تفكر بالموضوع، المهم تنتبه وتفتح لي عيونك. أمرك.